بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم لك خاصة. خلونا نقول نبدأ حلقتنا الليلة، نرحب بالدكتورة روعة بكر. كيف الدكتورة؟ مساء الخير عليك شيف إبراهيم، مساء الخير على كل مشاهدينك خاصة. اليوم عندنا أطباق متميزة جدا، حاجات يمكن تكون غريبة أو الناس ما متعودة تعملها، شيف إبراهيم حيعمل لنا وخليه يقول لنا أطباقنا اليوم، تفضل يا شيف. طيب يا دكتورة، احنا الليلة هنعمل كفتة البطاطس، يعني هي نقول عليها البانكيك البطاطس. انا بتعمل بطريقة البانكيك، وهنعمل طريقة سهلة وبسيطة جدا، ما بتحتاج بطاطس مسلوقة، هي البطاطس زي ما هي بتتبشر بنشوفها مع بعض اثناء تنفيذ الصنف. بعد كده بنعمل عندنا كوسة بالبشاميل. عارف الناس كتير ما بتحب الكوسة، كان عايزين نحاول نخلي الناس تبتدي تحب الكوسة بما فيها من فوائد غذائية كتير هتكلمنا عنها دكتورة روعة ان شاء الله. ونعمل حلى بسيط جدا، هو اسمه حلى الاكلير، ما فيه كلير ولا اي حاجة، بس هنقول ليه سميناه حلى الاكلير، وليه طريقة تانية بعجينة الاكلير برضو ممكن تتعامل، واحنا بنشرح فيها هنقول لسادة المشاهدين كل الحاجات اللي ممكن نعملها بدايل للوصفة دي. لكن خلونا نبدأ بأول صنف من أصناف الليلة، هنعمل البانكيك البطاطس. نمشي نشوف المقادير نرجع إن شاء الله. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين، شايف ان حسام عمل لنا البطاطس بطريقه البلاي باك. قبل ما نشتغل احنا طبعا كنا محمرين شويه قبل الهواء عشان نوري الساده المشاهدين شكل البطاطس هيكون كيف، وهننفذها مع بعض الطريقتين. احنا ممكن نعملها شكل الكفته كده او على شكل البانكيك بالطريقه دي، في الحالتين بتطلع ظريفه جدا والطريقه بتاعتها سهله وبسيطه. طيب نبدا لاول حاجه، احنا طبعا بشرنا البطاطس ما ضفنا لها اي حاجه عشان ما تسود، نحط لها شويه عصير ليمون لو هنقعد كتير، لكن لو هنشتغل عليها على طول ما بتحتاج، لان عصير الليمون كده كده موجود في الوصفه ذاتها يعني. تمام، نعصر عصره خفيفه كده، خد البطاطس بتاعتنا هنا اهو، يعني حاجه بسيطه نطلع منها الميه، حاجه بسيطه. تمام اهو، يعني طبعا عارفين البطاطس من الهواء على طول بتسود، انا ما بغسلش يعني البطاطس عادي، بس انا بشرتها طوالي لما مسلوقه ولا اي حاجه. لا لا لا، بطاطس نيه زي ما هي. تمام كده اهو. بعد كده زي ما شفنا في المقادير، عندي بصل فروم، عندي عصير ليمون، بيكنج باودر، نشا، ودقيق اهو، اجيلهم مع بعض كده. عشان كده احنا قلنا بان كيك البطاطس. ممكن تجيبي لي البقدونس زي هذا الكتراء، البقدونس المفروم. اوكي. البقدونس المفروم ايوه. ده بضيفه على العجنه بتاعتي. حط لك طوالي؟ ايوه ايوه حطيه. الطريقة دي اهو. وبعد كده بكسر ثلاث بيضات اللي عندي. اوكي. تمام. طيب كمان مسافة ما شيف إبراهيم يعمل لنا البيض فيها ويعمل لها عجينة. طيب أنا هحكي لكم عن البطاطس، إنه في كثير من الناس بيقول لك لا البطاطس أنا أبتعد منها تماما، بتعمل زيادة في الوزن، عندها مشاكل كثيرة، لكن أنا بقول لكم البطاطس من المكونات الصحية أو الأغذية الصحية جدا اللي إحنا ممكن نستعملها عادي. ذكرت لكم كثير إنه البطاطس ما بتبقى قيمتها الغذائية عالية جدا أو تكون مضرة بالنسبة لي إلا إذا هي دخلت مع الزيت، هنا في اللحظة دي بتبقى بتزلية الوزن، تبقى السعرات الحرارية بتاعتها عالية جدا. أما إذا كانت مسلوقة فهي صحية جدا وسليمة جدا، ممكن أديها حتى بالنسبة للأطفال بتكون مناسبة جدا، حتى بالنسبة لناس السكر ممكن أديهم، لكن برضو باتزان فيها حتى لو هي كانت مسلوقة، لأنه فيها نسبة عالية من الستارش اللي هي المادة اللي بتأدي لرفع السكر في الدم. طيب دكتورة اهو بعملها كده، بقرصها اقراص كده صغيرة بسيطة اهي،
يش معايا هي طوالي ما بتتفتت او تتفكك شويه. لا احنا طبعا حاطين البيض والكورن فلاور زي رابط شويه. وطريقه البان كيك برضو هنعملها دي في الطاوه. تتربط كده اهي. انت حاليا عامل فيها بصل ما اخذت الثوم المره دي في الوصفه دي؟ لا لا ما فيها ثوم، هي بس تمسك شويه كده. بعد كده هاخد عادي صح؟ ايوه اجيب حته زبده. تمام الطوه بتاعتي اهي. اعمل حته الزبده كده واجيب بيدي كده اهو البطاطس. ده شكل وده شكل اهو. ده الشكل بتاع البانكيك. احنا قلنا نعملها في الطاوه برضو عشان لو زول قال ما عندنا الطاوه الصغيره دي. هي طبعا ما تحتاج الطاوه الصغيره، ممكن تتعامل في طاوه عاديه ما مشكله. نقلب بس كده. طبعا بتكون جميله ومقرمشه والتيست بتاعها اكتر من رائع، بتكون طريه من جوه ومقرمشه من بره. ناس يقول لك قرمشه، انتوا قلتوا البطاطس دي ما بتقرمش، لكن طبعا مع البيض مع الدقيق مع البيكنج باودر مع النشا طبعا اكيد بتقرمش. اوكي اهي انت شايف وبعدين الشكل العشوائي ده ذاته بيديها شكل جميل. اي انا افتكرتك في الاول ان انتوا عاملين معاها بصل محمر. لا لا هو زلت شايفه كده. ايوه الشكل العشوائي ده بيجي من البطاطس اللي هي اهي برضه للساده المشاهدين. يبقى الشكل العشوائي ده كده بيجي من البطاطس المبشوره. ايوه اوكي. طيب يا شيف انت حاليا عامل فيها الدقيق ومعاه بيض، دي نفس الوصفه اللي انت عملت بيها الفراخ الكريسبي؟ قريبه شويه من الوصفه. ايوه دي طبعا احنا اللي هي دي البانكيك اللي هو الشكل بتاع البانكيك زي ما احنا شايفين، بس معمول بالبطاطس. احنا عاملين منه برضو نفس العجينه في الطوه هنا. ايوه كمان احنا الوصفه عامل فيها بقدونس. البقدونس مناسب جدا لتنقيه الجهاز الهضمي، وحتى بالنسبه للناس اللي بيحسوا باي توقف في الجهاز الهضمي ممكن نغليه ونشربه، برضه مفيد جدا. الناس اللي بيعانوا من حصاوي في الكلى برضه ممكن يتناولوه، وبرضه بيساعد على تفتيت الحصاوي اذا كانت هي صغيره او بسيطه في بدايات. احنا ممكن نعالجه بان احنا نشرب كميه كبيره من البقدونس، بيكون مناسب جدا وصحي لنا. طيب دكتوره اهو احنا كده بدأنا اهو نعمل الاقراص. الزيادات دي طبعا نشيلها عشان ما تتحرق لينا وتحرق لينا الزيت بتاعنا. طريقه سهله وبسيطه جدا زي ما احنا شفنا وما اخذت مننا زمن اهو. لكن بنخلي يحمر شويه. طبعا دي بتقدم طبعا يعني احنا النهارده عاملين الوصفه بتاعت الكوسه البشاميل. البشاميل دايما بنقول ما يعني ما بيكون جنب منه اكل كتير، يا يكون فراخ روست يا سكروب بانيه، يعني اكل وطبايخ وكده ما في. فعشان كده احنا فضلنا الصنف بتاع البطاطس ده يكون جنب منه. احنا دايما في الوصفات بتاعتنا بنراعي ان المنيو كله يكون يعني شبه متكامل مع بعضه، ما بيكون الحاجات منفصله من بعضها. تمام تعالى اهي. الميزه في الوصفه دي يا دكتوره ان هي سريعه، يعني عشاء جا ناس بتاع ما بتحتاج تجهيز. احنا شفنا بنبشر البطاطسايه وما بنحطها في مويه عشان المويه اللي بتنزل من البطاطس دي ذاتها نشا في حد ذاتها. تمام وبديها البيض والكورن فلاور والدقيق والملح والفلفل والتوابل بتاعتها، وبنبتدي زي ما احنا شايفين كده نعملها على شكل اقراص او نحطها في الطوه نعملها على شكل زي الاومليت اهو زي ما انا بعمل كده. تمام الشكل اللي ريحنا فيه بنشتغل عليه وبسرعه بنطلع بتطلع معانا حبيبات البطاطس دي، بتبقى ممكن تطلع جنب اي اكله ثانيه موجوده عندي في البيت، بتكون حاجه مساعده تبقى وجبه في حد ذاتها. طيب وبما ان احنا داخلين على فصل الشتاء ان شاء الله، اكيد طبعا عارفين انه كل بدايه شتاء بيكون عندنا
مشاكل بتاعت التهابات، نزلات البرد، فاحنا عايزين وبالذات الناس اللي بيكون عندهم جيوب انفيه دايما بيتعبوا جدا منها، عايزين نعرف كيف ان احنا نعالج الحاجه دي او نعمل لروحنا وقايه منها. بقول لكم اول علاج للنزلات والالتهابات اللي بتجي في الشتاء هو العسل النحل. كل ما نتناول كميه من العسل كل ما حيحصل لنا وقايه من الالتهابات ونزلات البرد. عندنا كمان التفاح، العنب، الليمون، البرتقال، اي حاجه غنيه بفيتامين سي بتكون برضو مناسبه جدا لنا، لانها هي بتعمل لنا وقايه من الالتهابات ونزلات البرد. هذا التفاح كده بنقلب فيها كده، احنا الوصفه بتاعتنا خلصانه، بس احنا هنسوي الكميه اللي معانا ننتهي منها عشان بعد كده ننتقل للطبق الثاني. تمام. انا كنت بسال الدكتوره بالنسبه للنشويات كل، يعني احنا النهارده دلوقتي ده نشويات البطاطس، لكن احنا محمرينها زي ما انت شايفه في الزيت، وفي هنا زيت خفيف برضو للي ما عايز زيت. ايوه كتير فعلا كتير في زيت خفيف، لكن النشويات بصفه عامه يعني هل كل ما تتحمر كل ما بيبقى يعني الاخطار بتاعتها بتقل ولا ما في؟ لا بالعكس. هسه انا حاليا انا قبل شوي ذكرت انه البطاطس فيها نسبة عالية من تعتبر فيها نسبة عالية من الستارش او النشا، يعني تعتبر من النشويات برضو. فبقول لكم دائما انه هي لو كانت مسلوقة بتكون اخف، لكن اول ما تخش في الزيت او تجيها نسبة بتاعها زيوت بتبقى هنا نسبة السعرات الحرارية بتاعتها بتزيد اكثر. ف يعني النشويات ما بتقل بالزيت او كده، لا. يمكن اقول لك اذا كان في فيتامينز في كده ممكن تتبخر جزء منها مع السخانه او الحراره، لكن غير كده النشويات ما بتتاثر خالص. تمام جدا. احنا كده بنحمر في بقيه البطاطس، واحنا شغالين بنحمر في بقيه البطاطس ممكن ننتقل يا دكتوره للطبق الثاني من الليله اللي هو طبق الكوسه البشاميل. نمشي نشوف مقادير الكوسه البشاميل ونرجع لكم. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. شفنا يا دكتوره مقادير البشاميل، الكوسه البشاميل اللي احنا بنقطع الكوسه شرايح دكتوره بالطريقه دي وبنحمرها في الطوه بشويه زيت بسيطه. لو صعب علينا نقطعها بالطول كده ممكن اقطعها بالعرض، بس هي الميزه بتاعت اللي هتقول لي الفرق بين الميزه بالطول والعرض، ان بالطول بتقلل نسبه المويه اللي في الكوسه ما بتنزل منها كوسه كتير، واحنا بنعمل العمليه دي عشان نقفل شويه كده من الكوسه نشفها شويه عشان ما تجيب معايا ميه. لما نديها الصوص بتاع البولونيزا او اللحمه المفرومه اللي انا هحشي بيها الكوسه بتاعتي ما ياخد معاي، ما يطلع عليه كميه بتاعت مويه كتيره. اهو كده البشاميل احنا اشتغلناه قبل كده دكتوره كتير، برضه نشتغله مع الساده المشاهدين مره ثانيه. الطريقه بتاعته ثاني سهله وبسيطه، هنحط الزبده، قلنا الماده الدهنيه زبده او زيت او سمنه الحاجه اللي بتريحنا. طيب معاها طبعا الدقيق اساسي، الماده السائله اللبن او المويه او الشوربه. تمام نسخن الصوص بتاعنا. طبعا بنحط مع الكوسه صوص البولونيزا او صوص الطماطم. صوص البولونيزا او الطماطم احنا قلنا اللي هو
اللحمه سوري المعصق بالطماطم اللي هو عباره عن لحم مفروم مع صوص طماطم. صوص طماطم احنا عملنا في الحلقه اللي قلنا ده اساس الصوص الطماطم اللي هو صوص النابوليتان او صوص الاساس بتاع صوص الصوصات الحمراء اللي هو عباره زي ما قلنا عن بصل مفروم وثوم مفروم ومعاه طماطم كاسيه. ورينا الساده المشاهدين الطماطم الكاسيه اللي هي تتحط في ميه مغليه وبعد كده بتكون مقطعينها حرف اكس وبعد كده بنشيل القشره بتاعتها مفرومه بالسكينه ونبتدي نحطها مع البصله والتومه. وممكن لو عايزين نحط صلصه ممكن لو ما دايرين ما نحط صلصه. وبعد كده نسيبها تتسبك شويه بنديها ملح وفلفل شويه اوريجانو وشويه ميه لو احتاجت وبعد كده بنجهزها للاساس. اللحمه المفرومه بنعصيها تمام بنضيف بس عليها جزر ناعم مفروم وبنحط الصوص اللي هو بتاع الاساس الصوصات الحمراء بيدينا صوص البولونيز اللي احنا بنشتغل بيه للمكرونه البشاميل. وهسي هنعمل الكوسه البشاميل. طيب تمام ايه حبات البطاطس بتاعتنا يادلف. طبعا زي ما قلنا كل مره احنا بننزل الزبده وبعد كده بننزل بيه المعيار بتاع الدقيق حبه حبه كده حبه حبه كده تمام كده. قلنا واحنا شغالين في المرحله دي بنحط شويه ملح بسيطين عشان الدقيق بتاعي ما يخرز مني. تمام هقعد اضرب لحد ما يديني القوام بتاع البشاميل اللي انا عايزاه صح؟ بالظبط كده اهو تمام. قلنا البشاميل طبعا الملح والفلفل شايف حبات البطاطس بتاعتي بدات تستوي تستوي الله هنا. قلنا البشاميل يا اما فلفل ابيض ممكن تحط فلفل اسود خلاص لو حبينا الشكل كده لكن احنا بنلعب في الاساس بتاعه فلفل ابيض لو ما في ممكن نكتفي بالملح لكن لو عايزين نحط فلفل اسود ما في مشكله لكن بيغمق اللون بتاع الأسود. قلنا تاني برضو لو عايزين ناخد لون الذهبي نحط نكسر فيه بيضتين تمام بيدينا اللون. ممكن جبنه موزاريلا مبشوره برضو بتدينا اللون تمام. ممكن ما نحط حاجه خالص برضو ما في مشكله تمام كده. البطاطس بتاعتنا جهزت نطفي النار عليها وبرضو نكمل هنا نطفي النار بتاعتنا على البطاطس. يبقى احنا قلنا دكتوره البشاميل الكوسه البشاميل عباره عن الكوسه اهي ما فيها مشكله خالص بتتقطع شرايح طوليه اهو. طيب مسافه ما انت تخلص البشاميل احنا ممكن نقول لهم فوائد الغذائيه بالنسبه للكوسة مع البشاميل واحكي لهم كمان عن فوائد الكوسة. الكوسة عندها فوائد كثير في ناس كثير ما بتحبها لكن هي غنية بالفيتامين مثلا فيها فيتامين A بنسبة عالية كمان فيها فيتامين B1 وB6 برضو بنسبة عالية وبرضو فيها فيتامين G برضو بنسبة عالية بتساعد الناس اللي عندهم برضو التهابات بتساعد في تهدئة الالتهابات وتهدئة الأعصاب وبتقوي الذاكرة مفيدة جدا وصحية لكل الحوامل برضو ممكن تتناول منها زي ما هم عايزين لأنه الفيتامينات دي كلها طبعا حوامل بيكونوا بحاجة بكسر عليها. الناس اللي بيكونوا متوترين كثير ممكن يتناول وجبة بتاعة كوسة بتساعدهم في تهدئة الأعصاب. اللي عندهم امتحانات برضو ممكن يأكلوها لأنها بتساعدهم في تقوية الذاكرة. الكوسة فوائدها حلوة جدا ياريت كلنا نحافظ إن احنا نتناولها وممكن هسه حاليا هو الشيف بيعمل لنا فيها بأشكال تانية عشان الناس تتقبلها أكثر. احنا قبل كده عملنا الجوارب بتاعت الكوسه دكتوره الناس قبل كده احنا ما كنا بناكل الكوسه كانت فكره الجوارب دي عجبتنا تمام. الكوسه انا ما اعرف قالوا يعني اكتر من حد يقول لي الكلام ده ان هنا في الزون ما بيحب الكوسه. ايوه فعلا مع ان الكوسه من الخضروات السمحه جدا قالوا شنو ما يعني ما مرغوبه. فانا شايف ان الكوسه اول حاجه من الخضروات السمحه لو جربنا بالطرق اللي احنا بنشتغلها دي تكون حاجه طعمها كويس ووجبه اقتصاديه ما غاليه الكوسه. أيوة عشان ما عليها طلب كثير احنا ممكن نبتدي نجربها تدينا نتيجه ممتازه. وزي ما شايفه كده دكتور انا بفضل معه حتى يا شيف بالنسبه لك قيمه غذائيه اقل كثير من ان احنا نعمل المكرونه مع البشاميل بتكون اعلى او نعمل الخضروات الثانيه مثلا الناس بتعمل بطاطس وجزر وكذا مع البشاميل برضه بيكون سعراتها حراريه عاليه جدا. اما الكوسه اصلا في روحها السعرات الحرارية بسيطة جدا عشان كده بتكون يعني اخف قدرا كثير من بقية الاصناف. يا دكتورة اهو البشاميل بتاعي اللي احنا شايفين طلع
دايما لما انا بعمل بشاميل لازم يكون خفيف، يعني مش خفيف مويه، لازم يكون اخف من اللي انا عايزه. انا ما عايزه انا ما عايزه كده، لكن انا كده عشان شنو؟ ادي مجال للدقيق بتاعي ان هو يستوي مع الزبده، يستوي زي ما قلنا دايما اللي هي البابلز الفقاقيع اللي بتطلع دي هي اللي بتوريني ان البشاميل بتاعي استوى ولا ما استوى. لو انا وصلته للتخانه اللي هي السميكه دي لما يربط هيكون حاجة صعبة، هضطر تاني أضيف. بعدين البشاميل ذاته لما نتقل زيادة عن اللزوم لو دخل الفرن بيطلع مشقق. بالضبط كده. طيب كمان يا شيف معانا اتصال من أم محمد من شرق الجزيرة. مساء الخير عليك يا أم محمد. عليكم السلام يا أستاذ برعاء وشيف مع إبراهيم. أهلا وسهلا أم محمد، كل سنة طيبين. وانت طيب إن شاء الله يا رب، وبيشد برامجكم، شكرا لكم. الله يخليكي، تسلمي كثير. وانا بزعلك بس من ما يقولهاش تعمل لنا يوم الجلاش وطرينا العجنه بتاعته وبيعملوه كيف؟ هل؟ جلاش. الجلاش. جدا حاضر، احنا عملناه في حلقه قبل كده لكن برضه بنعمله لك مخصوص ثاني يا ام محمد ان شاء الله. شكرا لك. الله يخليك. البسبوسه باللبن من غير الزبادي. هل؟ البسبوسه باللبن من غير زبادي. اها. يعني ممكن باللبن من غير الزبادي. ممكن باللبن من غير الزبادي، اوكي، ممكن تضيفي شويه لبن للعجنه ما في مشكله. ما بتضير. اي ما فيها مشكله. هو طبعا بالمناسبه، انا بالمناسبه يعني البسبوسه بلاحظ ان في ناس كثير بتعمل بسبوسه هي بتكون سمحه، لكن بحس بيها كيك يعني. أيوة. اكتر من هي بسبوسه يعني، هي البسبوسه ما بيكون ليها قوام كده. هي البسبوسه حتى لما بيجي يقطعوها السكينه او المقطع بتاع البسبوسه في الصينيه بيمسحوا لان بتكون لينه، ما بتتقطع كيك. لكن انا بلاحظ ان هنا في ناس بيخط ليها دقيق، في ناس بيخط ليها بيكنج باودر، فطبعا هي البسبوسه ما بتاخد كده. لكن اللي بالزبادي طعمها جميل جدا، انا بحبها بصراحه. لكن انت لو ما بتحب الزبادي دايره تضيفي شويه حليب ما في مشكله. شكرا لك. الله يخليك. انا بقولهاش. حاضر جدا ان شاء الله باذن الله تعالى. شكرا لكم. الله يخليك. الله يكرمك. شكرا لك. ام محمد من الجزيره متشكرين جدا على اتصالك. بص يا دكتور، انا كده البشاميل بتاعي جاهز، ادي تسخينه للصوص، شويه الملح، قلنا الفلفل حسب الرغبه يعني هيسود لي اللون يبقى ما في داعي منه، بس اهو البشاميل. ويفضل الفلفل يكون ابيض. فلفل ابيض، لو حطيت هبهان مسخون بيديها طعم رهيب جدا. هبهان جميل جدا في كل الوصفات. بيديها طعم ممتاز. طيب بما ان احنا تكلمنا عن الهبهان برضه نتكلم عن فوائده الغذائيه. الهبهان مفيد جدا، انه اي زول بيكون عنده عدم انتظام في ضربات القلب الهبهان بيساعد في ضبط ضربات القلب، يعني معناها بما انه هو بيضبط له ضربات القلب معناه انه هو مفيد كمان للضغط، وكمان برضه مفيد لكل الناس اللي بيعانوا من اي مشكله في القلب. الهبهان مفيد جدا، برضه غني بالانتي اوكسيدنت اللي هي بتساعدنا في الوقايه من الالتهابات. يا ريت برضه احنا ندخله في الوجبات بتاعتنا. تمام دكتوره، لو سمحت ممكن تديني الصينيه بتاعت اللي هو الطاجن بتاع الفرن ده. احنا كده نبتدي نرص وحدات الكوسه. انا دكتوره بعمل حاجات يعني، ممكن تبقى في البايركس، ممكن في ده، او ممكن في صينيه الفرن العاديه. ببتدي ارص وحدات الكوسه كده حقتي اهو الطريقه دي. تمام كده احنا بدانا نجهز في الصينيه بتاعت او الطاجن او البايركس حسب ما الحاجه الموجوده عندنا بتاعه الكوسه. هنعمل اول طابق، وانا شغال في الطابق الاولاني بجهز فيه. نمشي فاصل ونرجع نكمل مع بعض صينيه الكوسه بالبشاميل. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. قبل الفصل كنا بدأنا نعمل فيه الكوسة بالبشاميل. حطينا الطبق الأول بتاع الكوسة، رشينا شوية بشاميل معاه على أساس أنها برضو تعمل تماسك للطبقات بتاعتي، على أساس لو أنا دايرة قطعها خرطات. دايما بنقول اي حاجه بالبشاميل، مكرونه او كوسه بالبشاميل، لو دايره قطعها خرطات بنتظر عليها شويه، وهو اصلا البشاميل كل ما يبرد كل ما بيكون طعمه احلى. اهو حط طبقه كده. بعدين الحاجه الحلوه ان احنا بنستعمل فيها اللحمه المفرومه. احنا اللحمه المفرومه ممكن تاكل لنا لحمه صافيه ما يكون فيها دهون عشان ما تعمل لنا اي مشاكل. اما بالنسبه للناس اللي بيعانوا من الجاوت ده المفروض احنا
بدل اللحمه تكون مفرومه لحمه حمراء ممكن تكون فراخ. برضه دكتوره اهو بديها شويه بشاميل تاني. خلاص كده احنا الكوسه اللحمه المفرومه انتهينا منها. هنيجي بعد كده نشتغل في الطبقه الثانيه بتاعت الكوسه اهي الطريقه دي. شكلها حلو. الصينيه بتكون ممتازه جدا جدا بالمناسبه. الطريقه دي زي ما انت قلت دكتوره هيحبوها شديد جدا في البيت. كان نوع من التغيير هو شكل الكوسه زي ما على ما اعتقد الناس واخدها ان هو طبيخ او السلطه بتاعت الكوسه اللي بتتعمل هنا بتتعمل بالمايونيز ولا بالطحينه دكتوره؟ ممكن بالاثنين. بتتعمل بالاثنين تمام. برضه سلطه سمحه جدا بحبها شديد انا السلطه دي سلطه الكوسه. انت بتعملها بشنو؟ انا ما بعملها خالص كوسه. طيب لما تاكلها بتعجبك لما تكون معموله باي لا باكل انا اي حاجه بعملها ما باكلها ما بتعجبني لو اكلتها ما بتعجبني سبحان الله. شويه اهو الملح وفلفل لنطعم بيهم الكوسه وبعد كده بنجيب البشاميل بتاعنا. انا ما باكلش غير من ايد عم شاذلي صراحه يعني عندنا عم شاذلي ده ما شاء الله عليه التيست بتاعه ممتاز طبعا سبحان الله. يعني زمان برضه الواحد يفتكر الوالده الله يرحمها ما كانت تعمل لنا الاكل ما كانت بتاكل يعني كانت تتفرج علينا كده كان هي ما كانت بتاكل. فبيقول زول لما بيشتغل حاجه بيده شويه بتكون. طيب يا دكتوره خد البشاميل زي ما قلنا كل ما يكون خفيف نوعا ما كل ما يكون احسن عشان يربط كويس معانا في التلاقي وبعدين يديني قوام سمح وما يكون دسم شديد. وانت قلت من شويه بيشقق في الفرن لو حطيناه بالظبط كده. كده اقتنعت اني بعرف في المطبخ؟ لا لا ما شاء الله دكتوره شايفك ماشي كويس. كمان لو قلت لنا الفرق بين المندي والهناء برضه بتكوني ما قصرتي. لا عملته امبارح كان ظريف. ما شاء الله. طيب كده احنا جهزنا طبعا كالعاده بنحط شويه الموزاريلا بيدونا طبقه سمحه جدا فوق الصينيه بتاعت البشاميل حقنا. الموزاريلا ممكن استبدلها باي نوع ثاني من الاجبان اي نوع من الجبنه ممكن طبعا الموزاريلا شويه دسمه اكثر ممكن ممكن ما بزم. احنا قلنا ممكن نكسر فيها بيضه او صفار بيض عشان يدينا اللون الذهبي اللي احنا عايزينه. ايوه ممكن تمام يعني كده الصينيه بتاعتي جاهزه بعد كده بدخلها الفرن تاخد الوش الجريتان بتاعها. بتاخد زمن كتير؟ ما بتاخد زمن كتير لا 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 10 دقائق 10 دقائق او 12 دقيقه بالكثير لكن اوكي. بكده احنا نكون انتهينا من الصنف الثاني من اصناف الليله اللي هو المكرونه او الكوسه البشاميل. بعد كده هنمشي لاخر صنف من اصناف الليله اللي هو الكيكه الاكلير. طريقه سهله وبسيطه جدا ومكونات بسيطه. نمشي نشوف المقادير ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. مشينا شفنا الكيكه الاكلير. طيب يا دكتوره احنا كيكه الاكلير طبعا عجينه الاكلير احنا عملناها مع بعض قبل كده وشفنا طريقه عمل الكيكه كيف. طيب انا عايز اخد تيست الاكلير لكن ما عندي استعداد اعمل عجينه. ده نمره واحده اللي احنا نعمله الليله بالبسكويت العادي بسكويت الشاي العادي تمام. بنشتغل بيه كبديل في حاجات كثير جدا زي التراميسو برضه نفس الموضوع. ناس كثير بيعملوه بالبسكويت بتاع الشاي وبيدي نتيجه سمحه جدا تمام. البسكويت احنا بنستخدمه كطبقات بدل عجينه الاكلير. ممكن اعمل عجينه الاكلير تمام لكن
بفردها في الصينيه وبسويها زي ما هي، ما بعمل حبات الاكلير اللي هي بالشكل المعتاد بالكيس، ما بتحتاج، بفردها زي ما هي في الصينيه، بعمل منها طبقتين او طبقتين من الاكلير وبحشيها بالكريمه. القصه كلها في الحشوه نفسها بتاعت الكريمه والشوكولاته. حشوه الكريمه اللي قبل كده الناس لو تتذكر لما في حلقه الاكلير قلنا الاكلير بيتسوى بيتحشي بكريمه اسمها شو بيست. ايوه الشو بيست اللي هي الكريمه الخفق او كريم شانتي مع البيستري كريم. البيستري كريم متوفر في السوق، هو متوفر في السوق بهيئه واحده طبعا اللي هو البيستري كريم. طيب ما لقينا البيستري كريم، النهارده احنا هنشرح البيستري كريم كيف نعمله في البيت بطريقه سهله وبسيطه. ونعرف ان لو انا ما قدرت اتحصل على البودره بتاعه البيستري كريم اللي موجوده في السوق، انا اعملها في البيت كيف. طبعا الشو بيست اللي هو البيستري كريم مع الكريم شانتي هو الحشو اللي احنا دايما بنشوفه في الكلير المميز او الشكل المميز بتاع الكلير. الكلير عباره عن العجينه مع الشوكولاته اللي هي بتبقى من فوق مع الكريمه. هنعمل الكريمه وهنشوف مع بعض الكلير السهل كيف. تمام. طيب كمان عندنا اتصال من وفاء من السلامه. مساء الخير عليك يا وفاء. الو مساء النور، كيفك؟ كويسه الحمد لله بخير. تمام الحمد لله بخير. بحييكم وبحيي برنامجكم والرائع الجميل. تسلمي كثير، احنا كمان بنحييك من هنا وشكرا لك انك كنت الليله معنا. تفضلي يا وفاء. تعالي بحييكم على وبحيي الشيف ابراهيم. اهلا وسهلا بك يا وفاء وكل ناس السلامه وكل سنه طيبين. يا ابراهيم الحمد لله رب العالمين، نحمد الله. كيف انت اخباركم؟ باين نشكركم كثير على برنامجكم الرائع. الله يخليك، تسلم كثير، ونتمنى ان احنا دايما نكون عند حسن ظنكم دايما بتفاعلكم معنا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اتفضلي. يلا يا دكتور روح عندي بتي انت بتاع شهور، عايزه يعني اكل معين كده ممكن اعمله ده بعد كده. انت حاليا بتدي شنو بالضبط؟ يعني باكل عادي معاكي الصينيه. طيب اصلا هي 9 شهور بعد كده بتكون المعده بتاعتها بدات تتعود، الا يمكن يكون عندها مشاكل شويه مع الحليب، لكن في حالات عادي بيكون ما عندهم اي مشاكل مع الحليب. يفضل انه بعد 12 شهر حتى بعد ذاك ياخذوا الحليب، يكون حليب خارجي عادي من برا، لانه في بعض الحالات بيكون عندهم مشاكل مع الحليب العادي. بالنسبه للاكل طيب انا جايك في الكلام. بالنسبه للاكل انت ممكن تديها كل الحاجات اللي هي بتكون مسلوقه، الحاجات اللي هي بتكون سايله بتكون مناسبه معاها، تديها خضروات، تديها فواكه. يمكن يكون عندها بدات تعمل اسنان، يعني حتى انت ممكن تديها حاجات تكون شويه قويه، ما تكون قويه شديد طبعا. برضو ممكن تديها ليها برضو حتكون مناسبه معاها، يعني مثلا البطاطس المسلوقه ممكن تديها بطاطس محمر عادي، لكن تقطعها عليها حبه حبه عشان تقدر تتناولها. برضو ممكن تديها اللحمه لكن تكون مفرومه، ممكن تديها منها او الفراخ برضو تديه ليها بعد ما تقطعيه صغير شويه عشان هي تقدر تتناوله عادي. ايوه بالنسبه للاكل يعني هي بسيطه، يعني لو حاجه بسيطه كده ممكن تقطعيها. ممكن ايوه تديها حاجات بسيطه بسيطه. ايوه يعني ما شرط يعني الاهتمام كله على الحليب صح؟ اي يعني ما شرط، انت هي هسه حاليا بدات تتناول اكل عادي، فانت ممكن تديها عادي من الاكل اللي عندك. لا بطويها ساعه يعني ما قاعده تعمل عادي كده. لا ايوه هي فعلا بيكون الاعتماد الاغلبيه لسه على الحليب، لكن انت بيكون على الاقل عندك وجبتين او 3 وجبات ليها في اليوم صح؟ ايوه ايوه كده ممكن عادي. تمام أيوة. شكرا لك، تسلمي كثير يا وفاء. شكرا الاخت وفاء من السلمة. طب يا دكتوره انا برص البطاطس، انا بغلي اللبن تمام اللي انا هعمل بيه الكريمه بتاعتي، وادي حبات البطاطس الطريقه دي، شكلها حلو شديد، طريقه سهله وبسيطه ومكوناتها ما في زي ما احنا شفنا كده، وفي نفس الوقت زي ما قلت دي بتاعت الطوارئ، يعني لو جاني ضيوف فجأة أو إن أنا داير أجهز حاجة خفيفة للعشاء سريعة، دي من الحاجات اللي هي بتكون الخيارات المتاحة معاي. يعني داير بس اللبن شوية بس. حالياً البطاطس الطريقة اللي عمل بيها شيف إبراهيم برضو ممكن الأطفال يتناولوها، برضه مفيدة لهم وصحية جدا، بس طبعا ما نكتر منها لأن التحمير الزيادة عن اللزوم بيرفع لي نسبة الكوليسترول في الدم، وعندنا الفترة دي مشاكل كثيرة بتاعت سمنة صح يا شيف؟ سمنة
بالنسبه للاطفال كل ما يجيهم تلقى البيبي وزنه زايد كثير انه هو لسه صغير بيكون عرضه للاصابه بالسكر، فاحنا يعني عايزين نبتعد من اي مشاكل بتؤدي للسكر او تؤدي لنا للامراض اللي بتكون مزمنه وهم لسه صغار. بعدين حيبقى لنا الكنترول عليهم صعب جدا لانه هم بيكونوا اطفال، وفي نفس الوقت احنا عايزين نعمل كنترول على حسب نوع المرض اللي بيكون عنده. ربنا يشفي كل اطفالنا ويعافيهم ويقيهم من كل الامراض اللي بتجي وهم صغار ان شاء الله باذن الله. دكتوره وهذه البطاطس كده جهزناها نرجع للكلير تاني. دكتورة كده طلعت البطاطس زي ما شفنا بطاطس البانكيك بطريقة سهلة بسيطة، ما بحتاج أسلق البطاطس، ما بحتاج بطاطس مهروسة، تمام. نشتغل بعد كده دكتورة في الكلير. طبعا زي ما قلنا دكتورة الكلير احنا عندنا العجينة بتاعت الكلير عملناها قبل كده، الليلة هنريح الناس اللي هم ما عندهم استعداد يعملوا عجينة او ما عارفين يعملوا عجينة او عندهم مشكلة في عمل العجينة. تمام. احنا اول حاجة بضرب السكر والبيض، احنا كده بنعمل عجينة البيستري كريم. هتعمل كريمة بالضبط اهو، وبجيب معاها السكر كده وبضربهم مع بعض لغايه ما يبقوا المفروض في اتجاه واحد ولا ممكن عادي؟ لا لا عادي. تمام. انا هضربهم على اساس ان هم يبقوا كريمي، لو طبعا بالمضرب الكهربائي ممكن. احنا طبعا دايما بنحاول نبسط الشغلانيه باقل الادوات علشان الناس اللي بتتفرج، لو ما عندي مضرب كهربائي ما اجيف، ما اقول لا ده شيف عمله بمضرب كهربائي ما هتنجح معاي بالمضرب العادي. اهو اضرب معاها كده لغايه ما تبقى معاي كريمي. انا اللبن اهو بدا يسخن عندي، بسحبه بره النار كده تمام عشان يبرد شويه، وابتدي اكمل في الكريمه بتاعتي اهو، بقعد اضرب فيها كده لغايه ما تبقى كريمي. انا بس عشان انت عملت 2 صفار صح؟ 2 اصفر بيض مع السكر على ربع كوب. تمام. بعد كده حط الفانيليا، وعندي الدقيق والنشا منخولين تمام، بحطهم مع الخليط. الخليط بعد ما بقى كريمي اهو بحط الدقيق والنشا اهو، وادي النشا. طيب يا جماعه احيانا لما بنيجي نعمل خطوات يا ريت الساده المشاهدين يطلعوا ان انا يعني مثلا ايه بختصر فيه، يعني مثلا في المكنه المفروض انا مثلا العجينه تتضرب 5 دقائق، انا بديها دقيقه دقيقتين، لان انا 5 دقائق دول خصما من زمني اللي في على الهواء، فبحاول ان انا بس اوضح الفكره. تمام. احنا بنضرب اهو زي احنا شايفين، دخل كل يعني دول لازم يضربوا مع بعض كويس، وبعدين الحليب اهو دافي، انا عايز اوصل القصه بتاعتي دي لدرجه حراره الحليب، ما بنزل بالحليب مره واحده، بنزل مره مره، يعني بنزل بالحليب كده بسيط، حاجه بسيطه كده. بعد الحليب المفروض تكون برضو لسه كريمي، هترجع المفروض انها ترجع للنار تاني عشان تشد. انا بنزل كده بالحليب حبه حبه، ليه؟ انا عندي البيض بارد، طبعا البيض يكون يا جماعه برضو بدرجه حراره الغرفه ما يكون دايما من الثلاجه، لكن انا عندي الحاجه اللي انا عملتها بره النار، فطبعا والحليب كان على النار عشان ما يكلكع مني، بحط حبه حبه كده اهو زي ما احنا شايف، وانزل تاني بالحليب لغايه ما كله تجانس مع بعضه والخلطه بتاعتي تاخد درجه حراره الحليب اهو كده اهو. انت بعدك تاني حترجع النار صح؟ ايوه. تمام اهو الطريقة دي. بعد كده بحط بقية الحليب، خلاص كده الكريمة بتاعتي أخدت درجة حرارة الحليب كله أهو، بقلبهم مع بعض كده وأرجع تاني أرجعها على النار، وأنا برضو على النار برضو ببتدي أضرب
بالطريقه دي. اهو كده لغايه ما يبتدي يتقل معاي يربط معاي. اهو طبعا الكريمه بتاعته مفيده، يعني هي من ناحيه افاده فهي مفيده، لانه يعني حاليا اعتمدنا اعتماد كلي على الحليب، يعني معناها ان عندنا نسبه كبيره من الكالسيوم برضو ظريفه جدا ممكن الناس تتناوله. اما بالنسبه لناس السكر يحاسبوا شويه في الكريمه لانه فيها سكر كثير. دكتوره اهو هبتدي اصعد معاه لغايه ما يتقل، كل ما انا بضرب معاه كده بيتقل، ليه؟ لان عندي فيه نشا وفي دقيق وفي بيض، فشيء طبيعي انه هو مع الغليان هيبتدي يتقل. لغايه ما يتقل بسيبه يبرد في الثلاجه لمده ساعه لغايه ما يعمل، بس اهم حاجه عشان ما يعمل وش، ده زي الكاستر، عشان ما يعمل وش بغطيه ببلاستيك فويل علشان ما يعمل وش، لما اجي اطلعه اعرف اضربه بسهوله. بقلبه مع البيستري الكريم شانتي مع بعض، يعني ده بيبقى الاساس بيكون ده، ملعقتين من البيستري كريم من الكريم شانتي بقلبهم مع بعض، ده بيعمل لي الكريمة الشو بيست اللي انا بحشي بيها الاكلير. الاكلير النهارده قلنا هنستغنى عنه بالبسكويت، تمام؟ طيب لغايه ما انا الصوص بتاعي يربط على النار وانا شغال بقلب فيه وكده، نمشي فاصل نرجع نواصل مع بعض. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، شفنا دكتوره مع بعض الطريقه احنا بنرص. شكرا دكتوره على رص البسكويت. ما بيننا. طيب احنا بنرص الطبقتين. طيب يا شيف انت الطبقه اللي انت عامل الجزء الاول من العجين من الكريمه دي كريم شانتي العادي، ايوه عملتها مع الكريم شانتي صح؟ مع الكريمه الخفق العاديه الموجوده في السوق، احنا زي ما قلنا بنفكها بمويه بارده او بحليب بارد زي ما احنا عايزين. عايزين نضيف لها سكر بنضيف لها سكر، عايزين هي بتبقى جايب السكر بتاعها جاهز بس سكرها بيكون بسيط. طبعا احنا المفروض نغطيها كلها لكن عشان الزمن نلم سريع عشان بس نوري الساده المشاهدين الفكره. بنعمل الطبقه الثانيه البسكويت، بالمناسبه دقيق وزبده قريبه جدا من التيست بتاع الكلير اهو الطريقه دي. أنا طبعاً مجهزين واحدة دكتورة عشان الزمن. شوف أنا يمكن عندي سؤال لكن في الوصفة أول وصفة اشتغلناها. تفضلي. طيب أنا في بطاطس بيكون إنه على القشرة بتاعتها بتكون خفيفة، أو مثلاً يكون عندي زول أنا عايز أستفيد من القشرة لأنه فيها نسبة من الكالسيوم. أيوه. فأنا عايز أستفيد منها، ممكن أبشرها بقشرتها؟ بالقشرة بتاعتها؟ أيوه ممكن. والله يا دكتورة طبعاً بقشرتها دي إحنا بنطلعها في أصناف كثيرة لكن ما مبشورة. تمام. يعني ما مشهور لكن انا بنعمل الجاك بوتيتو او البيك بوتيتو دي اللي هي بتتلف في ورق القصدير، أيوة. بتطلع دايما مع المشويات بتطلع بالقشره بتاعتها. وفي الهيربت بوتيتو اللي هي البطاطس اللي هي بالاعشاب وبالتوابل برضو بتكون نفس الفكره بالقشره بتاعتها، تمام؟ بنغسلها بس غسله كويسه جدا وبعد كده بنحطها، لكن مبشوره بقشره دي ما حصل لقتني قبل كده خالص يعني. تمام، يعني المفروض ان هي تكون بالذات في الوصفه دي تكون بدون قشره. اي لكن طبعًا. قشره البطاطس ما فيها ضرر بس تكون مغسوله كويس. هو دايما الخضروات يا دكتوره القيمه الغذائيه بتاعتها أيوة. بتكون قريبه من القشره. طيب كمان يا شيف عندنا اتصال من ايمان من الجرافه. مساء الخير عليك يا ايمان. ايمان الو الو السلام عليكم. مساء الخير يا دكتور روعة. مساء النور عليك، كيف انت كويسه؟ والله الحمد لله. مساء الخير يا شيخ ابراهيم. مساء الخير يا ايمان، الله يخليك، كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. وانت بخير ان شاء الله. الله يخليكي. تسلم يا ايمان. تفضل يا دكتور روعة. طبعا انا بدات في الدايت اللي انت قلتيه والعيش، تمام؟ الو ايوه سامعاك، اتفضل يا ايمان. قلت لك طبعا بدأت في برنامج الدايت من امبارح اللي انت قلت لي اعمله، لكن يعني الليله قررت انه اكل اي حاجه بنفسي انا عشان ده الديتوكس ده اي واحد في من اي دايت اللي انا قلت لك ابدا في اكل خضروات لانه انا قلت لك برضه انه تسبع عمرها 9 شهور. ايوه
يعني بتلاقي ما اعمل دايت بس اقلل من الوزن. تقللي ايوه. لكن تميتي اسبوع يا ايمان ولا ما تميتي اسبوع؟ لا انا لسه والله. لك كم يوم يا ايمان؟ يا دوب امبارح والليله عليك او امبارح. اها طيب يا ايمان كده انت ما خربت اي حاجه. اكل اي حاجه انا بنفسي يعني عشان الفتره الجايه اكون خلاص تعودت على الحاجة. انت يا ايمان ذكرتيني بواحده بعرفها كل ما القاها بتقول لي الرجيم حبدا يوم السبت، حبدا يوم السبت لحد الليل يوم السبت بتاع مهجة. يلا طبعا الليله عملت ايه ابراهيم؟ عيش السرايا اللي انت كان عملت لنا والتنباي ابراهيم انت بتحبها. ايوه عيش السرايا على طريقه مدام مهيره. ايوه عملته الليله انا وعاوزه منك الوصفه بتاعت البرياني بس تديني لها سريع كده. البرياني؟ عايز برياني جدا. حاضر ان شاء الله باذن الله انا بديك اليوم. احنا شغالين بنقفل فيه الوصفات بتاعتنا. البرياني بطريقه سهله بسيطه جدا كده. احنا عندنا في نوعين بسرعه، بنعمل الجداد براهو وبنعمل الرز براهو او بنعمل الاثنين مع بعض. خلينا في الرز براهو والفراخ براهو. بجيب المويه تمام اللي بحط معاها الاول، سوري بحط الزيت وبعد كده بحط البصل والاعشاب العيدان القرفه الحبهان القرنفل بشوحهم كلهم مع بعض وبعد كده بديهم المويه بتاعت اللي انا هعمل فيها الرز وبحط شويه كركم عشان الرز يكون لونه اصفر، خليها تغلي غلوه الرز يكون منقوع ساعه. بعد كده بصفيه بحطه في الرز وبقلبه تقليبه بسيطه وبحطه واغطيه واسيبه على نار هادئه كده الرز بتاع البرياني. نفس الموضوع بالنسبه للفراخ بتبله بالتتبيلات اللي هي موجوده. لو رجعت الصفحه بتاعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلاقي وصفه البرياني، التوابل دي كلها بتبل بيها الفراخ واحطها في صينيه وبدخلها الفرن بغطيها بالقسطير بتستوي. بعد كده بطلع الرز بتاعي بحطه واحط فوق منه الفراخ. بكده بيكون لنا الوصفه بتاعت المندي. معلش عشان انا الزمن اخر الحلقه حاولت اوضحها بتاع وان شاء الله بنعيدها لك تاني على الهواء باذن الله. تسلمي كتير يا دكتور روعه. اتفضلي يا سيدي ابراهيم. ايوه يلا انا عملت الوصفه بتاعت مهيرة لكن يعني الطبقه الاخيره طلعت لي مره انا ما عارفه من الكراميل ولا من شنو يعني. هلا السكر ما تحرقيه كثير، السكر ما تحرق، السكر ما تحرقيه كثير، السكر حاول على قدر ما تقدري اول ما يبتدي بس يا دوب يفك كده طوالي اديله المويه بتاعته علشان ما يمرر. السكر هو اللي بيجيب المراره دي، كل ما الكراميل يقعد كثير كل ما بيمرر. والله يا سيدي ابراهيم بجري مر واضطريت انا اكل كل الكميه يعني لانه زعلت شديد انه انا عملت كميه قبل كده والناس ابوري. دايما لما تعملي اول مره دايما حاولي لما تعمل وصفه اول مره يعمل كميه بسيطه الاول جربي فيها وبعد كده لما تتمكني أيوة. منها ابتدي اعملي كميات كبيره. اهلا وسهلا بيكي كثير ويشرفك. الله يخليكي. شكرا لك. تسلمي ان شاء الله. لكن ابدي بعزيمه ان شاء الله. تسلمي كثير. شكرا لك. ابدي بعزيمه. طيب شكرا ايمان الجرافه. انا عندي دكتوره البشاميل ياخد الوش بتاعه تمام. احنا القيمه الغذائيه دكتوره بقينا نحط الصنف مع الوجبه ذاتها. احنا بنعمل الصنف ذاته بتطلع معاه القيمه الغذائيه بتاعته. يا ريت تكونوا استفدتوا من كل الاطباق بتاعتنا. عملنا طلع البطاطس بطريقه غير وكمان عملنا هسه حاليا كيكه الاكلير بطريقه برضو غير. كيكه الاكلير انا ما تكلمت لكم عنها كثير لكن قلت لكم انها هي مفيده بس بالنسبه لناس السكر يا ريت يقللوا منها لانه اول حاجه الكريمه المعموله بها نسبه الكالسيوم فيها بتكون برضو عاليه جدا لان احنا استعملناها مع الحليب. الناس اللي برضو بيعانوا من هشاشه في العظام بتكون مناسبه ليهم لكن ما نكتر منها لانه نسبه السكر فيها عاليه وبرضو كمان الشوكولاته اللي فيها سكر عالي. يا ريت احنا ناخذ اي حاجه بكميه مناسبه. الناس اللي بيكونوا بادئين دايت يا ريت ما يتابعوا التحليه بتاعتنا. ممكن يتابعوا الوجبات لكن ما يتابعوا التحليه عشان ما نخرب الدايت بتاعنا. بس حاليا اخر طبق طلع البشاميل بس طبعا كان شويه في الفرن. طبعا زي ما قلنا الطريقه بتاعت البشاميل ان احنا نحط الجبنه صفراء او نحط بيضه في البشاميل نفسه نكسر بيضه علشان يكون جاهز. بكده احنا بنكون جهزنا اطباق الليله. عملنا النهارده البطاطس البانكيك، عملنا الكيكه بتاعت الكلير بطريقه سهله وبسيطه جدا بالبسكويت وعملنا كوسه البشاميل. يا ريت نجرب الوصفات دي ونتواصل مع بعض ونشوف ارائكم فيها ويا رب تكون الحلقه عجبتكم ان شاء الله. في الختام هنقول لكم في امان الله.